Bismillahirrahmanirrahim. Salatü selam ala Resulullah. Diyorum ki yine hani tujur men hep için kursu tuvaletle yine belediye. Bismillah ve yine gülü yükseliyor. Seyyide Feyze bin Yunus. عضو مجلس شعب البلدي سابقا. لماذا سابقا؟ حجب لانتهاء العهدة إن شاء الله. وعندي عهدتين متتاليتين من 2012-2017-2021 إن شاء الله هنايا نطفوا. كان يحبوا يتفكروا يعني وحاجة ما يقدرش يقولوا ما يجي من إنجاز. واش تقول الإنجاز تاعك في هذه العهدتين؟ والله الإنجاز تاعي أن الشعب تاع البلدية وين أنايا الفرع البلدي لبلدية إشبيلية راه راضي عليا لو كان موش راضي عليا ما ينتخبنيش بعهدتين متتاليتين. حنا نطلبوا بل رضا الله بعد رضا الناس. أنا شخصيا قلت جيت نطلب السماح من الموظفين من أي كان. الحمد لله رب العالمين إن شاء الله برك نخرج غصب. ومن خلال هذه طلبي السماح ثاني من الناس اللي ممكن ما نجاوش حقهم معك والله كيف؟ لا لا والله أنا صادقة خاطرك شفناه وشني المنبع تاعي اني اي مواطن نقول له راني نقدر نخدم لك هذه الخدمه صح ما نقدرش ما نعطيش وعود كاذبه. واش جد هذو اللي جايين يدخلوا جدد مستعدين تعاونوهم ولا؟ ان شاء الله اذا تلقى كل الاعانه تاعنا ولما لا؟ لو دامت لي غيرك ما وصلت لك. ايه خاطرك شلالة كاين استمراريه كيما يقول لك كاين مثل يقول لك غرسوا فاكلنا ونغرس لياكلوا. ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله تبارك الله يعيش. نتمنوا برك لبناتنا وابنائنا هذو يكونوا ثاني ضد المستوى وما يضرهمش المنصب خاطرك المنصب يقعدوا عليه راح يدور دو سويت للكرسي. هذه هي لو دامت غير وما يدوم غير وجه الله. ان شاء الله برك يكون ربي سبحانه هو الاول ربي. وانت انت انا الاولى راضي عليك. انت في نفسك واش استفدتي من المنصب هذا؟ استفدت رضا النفس. استفدت انه اللي يعطيك دعاوي الخير تمشيك. استفدت انك كن ما تكونش صادق ربي سبحانه ما يصدقش معاك. انك لما تكون صادق حتى القبول عند المواطن يكون عنده الحمد لله. كي نوعدوا ما نخلفوش. بارك الله يعيشك. شكرا يعيشك.